حكومه اريتريا اتيوم عصر كلاوس العرب عيون وديب قبلت وقبلتها مدى صحا قليم قبلت بحر كهبا سادفت بقوت بركان قلت شعتر ومواطنين دي بلات تهبطوم اكانت التواق عزوتهم لتتحزم رائعات وسدايت ودق لهم الليل تفاصيل من ادم ابو حريش. حكومه اريتريا دي بيوم عصر كلي و 14 يونيو دي بقبلت وقبلتاي مودا صحي اقليم قبلت بحر كاي حبسا دفت بقوت بركان قلت شعترو مواطنين دي بلحت الطوم اكانات دي بتاقزهم لا تتحزم رعايات وصدايت ودق لهم هليت بس دفا بركان وهتو لسببو مكيك بلق التدوارات حديث مكاري ترد لتكلق كمسل حلا التكم سلهما دشاء الحلا تنانات رمج واساس مشاكل عافية تقل سبب سبت قدر سكان لدوارات اسك دمان لبو مدر اقل اقعزوت حكومة اريتريا بكل حيلاتات تتساقم لو كمسل هليت ولا تيلل تل وقت اللي هادي كمسل هلا من ادارة اقليم قبلت بحر كايح لتركبت حبري تفهم اللوم حكومة سدايش شاف قتل وديت قلوم وديب دمان لبو مدر لقعزو مواطنين التحبو حبري التب